فانور الدين خويا. الله يحفظك اخويا ياسين، الله يبارك فيك. سبقناكم في الحاوليات العام هذا عاوتاني. اش من تبوك الله يهديك منصيف، الله يهديك. احوايج العيد اخويا، احوايج العيد. دراري اللايف راه ديالكم، اللي بغيتونا ندويو عليها ندويو عليها، ما كاينش مشكل. كاين هنا الدراري اللي غايجيو ليفيلمون ديال ياسين افريكا سامايتس. الله يحفظك اخويا نبيل، ها شي بركه قليله اخويا. المغرب اللي كيزين، المغرب، المغرب هو اللي كيزين. حسني طلع اخويا، دوموندي طلع، طلع ندوي على ليفينمون ديال ياسين، طلع اخويا شرح لينا علاش غادي تدوي ان شاء الله. صيفط دوموندا حسني، صيفط الا كنتي بيان سير في شي موضوع اللي ممكن انك تدوي فيه. كيفاش خصو يكون الفيديو الاعلاني؟ الفيديو الاعلاني غادي خصو يكون فيه هوك مزيان، واحد 3 سكوند حتى 5 سكوند يكونوا كيحولوا هذاك السكرولر، من سكرولر كيستوبيو وكيتحول لفيور، ومن فيور كيتحول لفيزيتور لعندك اللاندين بيج ولا البروداكت بيج ديالك، ومن فيزيتور كيتحول لاشتر. بيان سور من مورا الهوك كيكون البينيفيتس، يعني الهيد ديال الكرياتيف، من موراها كيكون الكول تو اكشن، ما تكونش كتبين بلي راه داك اللي راه كتبيع داك البرودوي. باغ اكزومبل ما تقولش ليها اشتري هذا المنتج قد ما تقول ليها جربي المنتج واصبحي انت الاجمل. انا عطيتك مثال دابا في جوج ثواني. امي اياكس صيفط لي اخويا دوموند ندوي على ليفينمون. صيفط لي دوموند. طلع 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 اخويا، لك شي في اللايف طلع خبي وجهك، راه مسخوط الا طلعتي. دراري كاين دي كيستيون، راه ولينا راه ولينا شي لعيبات. امين الا كنتي في اللايف كتب لي اخويا واش غتقدر تطلع ولا لا، باش ندوي على ليفينمون ديال افريكا سامايتس. غيكون واحد السيد سوني فين غيكون؟ غيكون اخويا في كازا ان شاء الله، في اوتيل موغادور في كازا نهار 16 شهر 7 ان شاء الله. كاين بزاف ديال لي سبيكر، شي وحدين فيهم كتعرفوهم، شي وحدين ما كتعرفوهمش. اللي زوين في هاد ليفينمون ماشي غنجيو نعاودو لكم لي زيستواغ ديالنا ديال ساكسيس ستوريز وكذا واللعيبات، نو. غيكون فيه براتيك، ما غيكونش فيه تيوريك تما، غيكون فيه براتيك، يعني دي كيس ستادي غيتبارطاجاو. غادي يكونوا فيه كيفاش انا بدات غادي ندوي على كيفاش صايب كرياتيف اللي كيبيع في لي مارشي كاملين، سواء في جي سي سي، سواء في اوروب، سواء في افريك، سواء بغيتي تبيع في المغرب. دونك غادي تخرج بافاده كبيره من هذاك الايفنت. وبيان سور كاين في اوتيل واعر، اوتيل دولوكس. كاين الصيف دابا، عارفينكم باغيين تبحروا، عارفينكم باغيين تخرجوا تسركلوا تحوصوا، ما فيها باس الا خصو واحد النهار تجيو تاخذوا معلومات، ما تبقاوش غير تخرجوا من جيبكم، دخلوا راسكم حتى هي راه مزيانه، يعني منها استجمام منها تعلم. الصيفه الدراري استغلوه مزيان، ما تبقاوش غير الضرو. جيو لذاك ليفينمون فريمون مزيان، كون ما كانش مزيان معليش ننصحكم به. ليفينمون فيه سبيكرز واعرين، انا كاين حسني، كاين منصيف ميديا بلاير ديالنا، كاين امين اياكس، كاين دراري كثار تبارك الله، وكل واحد غيدوي على موضوع مختلف. غتخرج فاهم الاي كوميرس من ا حتى للزد.
عبد اللطيف خويا ماشي فور فري داير ب 85 دولار 150 درهم كتخلص التيكه ديالك في يا اما تدخل الانستغرام ديال افريكان سامايت ولا تدخل ولا تدخل عند ياسين وهابي هو اللي منظم ليفينمون او هادشي اللي كاين برو فريمون ليفينمون ما فيهش غير دواوه ما فيهش غير الهضره قد ما فيه البراتيك وكاين ديبوز كافي دونك شي حاجه ستيلي جديده ما كانتش في المغرب وانا بالنسبه لي غايب انا كنتوقع بلي غادي يكون احسن ايفينمون داز في الدومين ديال الكوميرس في المغرب بدون مجاملات الدراري واللي يحضر راه غادي كونفيرمي لنا هاد الهضره اللي ما حضرش وغادي ملي غادي يشوف الا كانوا زعما دي زونغوجيسترومون ولا دي لايف كانوا تما وسط ليفينمون بانوا ليكم كيفاش الناس اللي ما حاضرينش بانوا ليهم كيفاش ليفينمون غادي ندمو حيت ما جاوش فريمون غادي ندمو حيت ما جاوش الصيف كيفاش كيكونوا السيلز مفرقعين اخويا احسن بيريود بالنسبه ليا هي ولا بيريود ديال كيو 4 كيكونوا فيهم السيلز مجددين الناس كتكون جالسه ما عندها ما يدار كتشد التليفون ديالها وكتبقى تشري خصوصا في الخليج غير حاول تبيع المنتجات اللي عندهم علاقه بالصيف باغ اكزومبل بغيتي تبيع في الخليج بيع البروداكت ديال التبريد حيت راه فريمون فيهم الصيف تما زعما عندهم الحراره ديال الصيف عبد الليلى طلع اخي السديد ديالنا ولد قادير خاي انا جايني ستوك شنو خصني ندير قبل ما يوصل بيان سير خصك تصايب لي واحد الكم هائل من الكرياتيف ومن الكونتنت باش غير تحط لك داك ستوك تبيعو في اقرب وقيته ممكنه تحاول تشوف لي شنو هما لي زونغ الماركتينغ اللي تقدر تبيعهم به حط لي استراتيجي ديال الادز ديالو اللي غادي توجد ليه كلشي لاباز ديالو باش غير يجي اخويا شاعل فيه العافيه يخرج انت اللي سديد اخويا عبد الاله تمثالي طلع معنا عبد الاله في الشباب احسن بلاتفورم ديال الادز اش من ماركشي وغنقول لك بالنسبه لي حيت كل واحد ولي بلاتفورم اللي كيميتريزيهم وكل واحد ولي بلاتفورم اللي كيعرف يخدم بهم مزيان كل واحد عنده الترتيب ديال احسن بلاتفورمز عنده هو الا كنتي كدوي على الخليج بالنسبه لي انا تيك توك ذا فيرست وان من موراها فيسبوك من موراها سناب ولكن علاش حيت انا ما كنتقنش سناب مزيان كاين دراري يقدروا يدخلوا ويقول لك راه سناب هو احسن واحد متفق معاهم حيت هما كيعرفوا يخدموا مزيان دونك ما كاينش احسن بلاتفورم كاين انت ولا بلاتفورم اللي كتميتريزي مزيان هي راه تكون عندك احسن وحده انا جاوبتك با عبد الله جاوبتك استراتيجي ديال التيست اسكيلين تيست كومبين وحده جوج ديال لي زاد سيت كل اد سيت فيها جوج كرياتيف ماشي مشكله با ليلى مره اخرى انا خويا كصيفط ليا دي دوموند راه كنكسبتي ولكن ما كتطلعش ما عرفتش علاش كاين شي مشكل يمكن your strategies to improve team performance خويا احسن حاجه هي دير لهم دي بريم وتحط كل بوست تحط فيه شي واحد اللي تنافس معاه فيه مثلا فيديو اديتور تجيب جوج ديال الفيديو اديتور باش هما بجوجهم يتنافسوا ويعرف كل واحد يخاف على بلاصتو يعرف بلي راه كاين واحد اخر اللي يقدر يكون احسن منه ويبرفورم احسن منه غتمشي ليه بلاصتو دونك ديما حاول تخلق ديك المنافسه الشريفه بين التيم ديالك بين مثلا فيديو اديتور كيما قلت لك تجيب واحد اخر حتى هو كيدير الايديتين ودير لي بريم اخويا باش الناس وحسسهم بلي راهم بارتنرز ديالك ماشي خدامين عندك خدامين معاك الله يعطيك كيفاش نجري الخدمه وانا مريح الفاكونس 20 يوم واخويا انا ريحت فاكونس 20 يوم وما عرفتش نجري الخدمه ماشي جيتيش عند رايت بيرسون اللي غادي تليات تنصحك بهذه القضيه اخويا احنا هبطوا لينا البيرفورمانس اخويا في هذه العطله اللي مشينا فيها المغرب واش ضروري في التيست اوفر في التيست سكيلين ضروري الفويس اوفر خصوصا في الخليج ما ديرش نهائيا شي حاجه بلا فويس اوفر عندي مشكل في السكريبت تاع الفيديو في الخليج كنديرو بالعربيه ما كنعرفش الخليجيه ماشي ضروري ديرو بالخليجيه غير
ك سوجيستيون من عندي انا كنت قلت لكم ديروه بالخليجيه، حيت ملي تيستيتها سمعتها عند انس وهلال تيستيتها صدقات ليا مزيانه، مي ماشي ضروري راه كنا حنا خدامين بالعربيه ودرنا نتائج مزيانين. برود ولا انترست؟ جي سي سي برود الاوروب انترست. راك في ترينتو دابا سات فوليو بارلارتي. مرحبا با يوسف خويا، صيفط ليا ميساج. مرحبا الله يعود. سكريفو واتساب سامر شابا خويا، صيفط ليا في واتساب. مرحبا. شوفوا لي كيسيون هنايا. ريسيرش برودكت في المغرب اد ليبريري كافي؟ وي كافي، غير هو خصك تعرف الرايت استراتيجي باش انك تكلف اد ليبريري، حيت خصوصا دابا ولاو الناس كيعرفوا يهايديو الكرياتيف ديالهم. دونك خاص تعرف اخويا كيفاش تسيرشي في اد ليبريري، حيت علاش الناس اللي كيعرفوا يهايديو الكرياتيف ديالهم كيكونوا زعما عارفين في الدومين مزيان، دونك هما اللي كيكونوا مسكيلين، وهذوك الناس اللي كيكونوا مسكيلين هما اللي كنستهدفوا حنايا في الريسيرش ديالنا في اد ليبريري. فهمتي كيفاش؟ دونك ما بقاش بزاف اد ليبريري زعما هي ذا رايت بليس فين تقلب على الوينين برودكت. مي الا خرجتي منها شي استراتيجي تكون مزيانه وتعرف فين تقلب، غتخرج منها وينين برودكت مزيانين. اطلع ليا ميساج ديالك اخويا يوسف، نسالي اللايف اخويا نجاوبك. في التيست قلتي اربعه الكرياتيف وفي اللاندين خصو يكونوا دوك الزوايا بربعه اكزاكتومون. كل كرياتيف كل لاندين بيج تكون كتشبه الكرياتيف اللي درتي فيها اللاندين بيج، فهمتيني؟ الفيديو شنو هي افضل مده تكون فيه؟ ما تتجاوزش 30 ثانيه، ما بين 20 حتى 30 افضل مده، وغادي تكون حطيتي كاع داكشي اللي خصو يتحط في الكرياتيف. اكزاكتومون طموحات. سيف بليز اخويا، ما قلنا والو. اوكي اخويا دابا نسيفي والله. مرحبا. يصلحوا الكرياتيف سون فويس اوفر خويا، راني قلتها في الخليج لا، في الاوروب وي، الخليج لا نهائيا لا والف لا. فيديوهات بلا فويس اوفر بلا سكريبت مكتوب فيه لي سنتيم ولا سكريبت اللي يكون مقنع، والله لا بعتي ذاك البرودوي في الخليج. خاي زياد، الا لقيت منتوجات واش نطلق الادز نيشان تنجيب الليدز؟ عاد نهضر مع السي او دي بارتنر، اكونت مانجر ديال السي او دي بارتنر، خاص ندوي معاهم قبل ما نلونسي التيست. هو نورمالمون باش تعرف البروداكت شحال ساوي ودير لي دادلي الكي بي اي، تعرف شحال يخلي لك البروفيت وداك الشيء، خصك تكونتاكتي سي او دي بارتنر الديبارتمنت ديال السورسين ديالهم هما الاول، عاد ديك الساعه تعرف البرودوي شحال مقيوم عليك، تقاد لي الحساب ديالك واش نسلكك بعدا ولا ما نسلككش، عاد دير ليه التيست من موراها تكونفيرمي لهم واش يجيبوا لي داك ستوك ولا ما يجيبوش لي. هذه هي باش خدام انا، هذه هي الطريقه باش خدام. مبروك العواشر، الله يبارك فيك اخويا، عواشر مباركه لكم كاملين تنتوما. شحال هو البادجيت باش كتيستي منتوج في الخليج؟ 20 دولار لكل اد سيت، وانا كيكون كندير كومبين وحده فيها جوج ديال لي زاد سيت، دونك الكومبين كان 40 دولار، دونك برودوي واحد كنخسر عليه 40 دولار في التيست. افريج كونفيرماسيون ديليفري في لافريك عندي انا حاليا دابا في الكوت ديفوار 58% في الكونفيرماسيون و 64% في الديليفري في كوت ديفوار دابا حاليا.
تناضي وغادي ان شاء الله نهار 16. مرحبا خويا، مرحبا بك في ليفينمون. الله يعاونك. مرحبا خويا. ميثود ديال ريسيرش برودكت خويا راهي خصها لايف ديالها بوحدو. الريسيرش برودكت كنخدم، انا نقول لك غير باش كنخدم، نعطيك غير رؤوس الاقلام. كنخدم باد ليبريري، واحد الاستراتيجي كنوراها ياسين وهابي، كيخدموا بها صحاب دروب شيبينغ بزاف، اللي هي زيرو ويت جوينر. وكاين اخويا تيمو حتى هو كنقلب فيه البرودكت، از زينو تي في، بيان سور تيك توك كرياتيف سنتر، كاين شي لعيبات اخرين. من مورا لا دوموند ديال البرايس ديال البروداكت، شحال كتسنى باش يردوا عليك التيم ديال السورسين خويا؟ غالبا انا كنتسنى ما بين نهار حتى يومين، يعني 24 ساعه حتى 48 ساعه. فوت عليهم غير الحد حيت ما كيخدموش الحد. شحال تجيب فيرست ستوك في كوت ديفوار؟ 100 بياسة، ممكن تجيب 50. واش كاين ما يدار؟ الله ما يدار اخويا. افريج كونفيرماسيون ديليفري في سبين، حاليا ما خدامش في سبين، خدام في الايطالي. تقريبا الافريج ديال كونفيرماسيون فيها 80%، الديليفري 78. حاليا ساليت ستوك ديالي في سبين، يلا دوموندينا ستوك اخر. الكيس ستادي اللي بارطاجينا في بارسلون 153 كا في وان مانت، هاد الشهر هذا في شهر 6 سبين، بواحد البرودوي اللي بارطاجيناه ميد تيكت داير 73 اورو. فلاينا شي بركه الحمد لله. فين اخويا غادي يكون هاد ليفينمون؟ اوتيل موغادور اخويا في كازابلانكا. دخل افريك ساميت ولا البروفيل ديال وهاب ياسين وغادي تفهم كلشي. وكاين واحد البوست نبوستيه انا في البروفيل ديالي، دخل وغتعرف البلاصه ولا دات بالضبط فين غادي تنظم ليفينمون. شحال خاص نخلي في البروفيت ديال البروداكت في الخليج؟ مينيموم 10 دولار. انا الا ما كانش البروداكت يخلي لي واحد الاي او اي ديال 120% للفوق ما كنخدمش عليه، خصو يكون الغوتو سيو انفستيسمون واحد 120% للفوق. افريج كوست بير ليد ان سبين 5 اورو، 4 اورو ونص، 5 اورو تقريبا. شنو هي انواع المنتجات اللي كتمشى في افريقيا؟ شي امثله خويا. راه شوف انا راه ماشي اكسبيرت في افريقيا، نقدر ندوي معاك على الخليج ولا اوروب. افريقيا خويا راه يلاه ضاربين فيها شويه، فهمتي؟ راه ماشي ما كنخدموش فيها بزاف، عاملينها ديال بصح. كتجيني افريقيا خويا كتحتاج واحد المجهود كبير على فلوس قليله، فهمتي كيفاش؟ راه كضرب حتى كتعيا. انا كندوي على راسي، نقدر انا يكون فيا الغلط، كنضرب حتى كنعيا، يلاه كنخرج واحد 8 9 دولار في البروفيت في البروداكت واحد، فهمتيني؟ انواع ديال البروداكت اللي كيخدموا خويا. الجادجيت كيخدموا مزيان في افريقيا، كنبيعوهم ديك 19000 21000 سيف. كاين برودويات كاع كنبيعوهم 16500 سيف. بس حنون زيكو خويا، كيفاش كطلع ديليفري في السعوديه؟ عندي مشكل خويا، راه كلشي كيعاني دابا في ديليفري في السعوديه. زعما راه كلشي عنده مشكل في ديليفري في السعوديه، كلشي هبطوا ليه ديليفري في السعوديه. علاش؟ حيت لا بيريود ديال العيد، هذه اول حاجه. السعوديه عامره ديال بصح، الشركات ديال الشحن عليهم الضغط ديال بصح. دونك اخويا ما عندك ما دير من غير انك دير، غير باش تطلع شويه وباش تفادى داك لاشوت ليبغ في الديليفري ريت، دير اخويا شي كادو باش الناس واخا تطلع لهم لا كوموند ديالهم يبقاو يتسناو، ويجيهم الفضول يبقاو يتسناو ديك لا كوموند اللي انت توصلهم. هذا هو الحل اللي نقدر نعطيك. واش الفيديو ضروري يكون بروفيسيونيل؟ ما بقاش فيديو يكون بروفيسيونيل، سا ديبون شنو كتعني واش انت ولا انت. المهم سا ديبون واش كتعني بروفيسيونيل. انا بالنسبه لي بروفيسيونيل هي يكون سكريبت كيلعب على لي سونتيمون ولا لقطات اللي كاين في السيناريو ديال الفيديو يكونوا كيتماشاو مع داك السكريبت، هو كيكون مزيان وكول تو اكشن تكون واعره. هذا هو الفيديو بروفيسيونيل بالنسبه ليا. خويا كتنقز مي ميساج خويا، ما شفتهمش اخويا انس. عاود اخويا كتب لي ميساج، انا ما نقزش دابا الميساج. شحال تقريبا باش يوصل البرودوي الكويت؟ السورسين كدوي على البرايس ولا كدوي على التايم؟ الا كدوي على التايم الكويت تقريبا ماكسيموم 3 سيمين، غالبا كيجيني ب 2 سيمين.
دو سمين وشي حاجه. مرحبا با مصطفى خويا، نسيف يور لايف. ما عرفتش علاش ني وليت كندير هاد لي لايف بحال هكا، كيكون الفلو من مورايا قلبت ساعيت باش نحيد الفلو في لي لايف الاول ما كانش كيكون. عارف فيكم شي واحد الدراري كنديروا نحيدوا هاد الفلو اللي من مورانا، قول لينا المسائل كيفاش نديروا اليوم. خويا كي كدير الباك اب ديال كارت فيزا كتبي على فيسبوك اخويا، صحح لي الله يعطيك الخير، ما فهمتش السؤال ديالك. شكرا خويا زياد، مرحبا. بغيت نصيفطك اللاندين بيج ديالي خويا زياد في البريفي، عطيني الراي ديالك فيها. مرحبا خويا محدين، ساليني اليوم العيد جالسين شويه مع لافامي، صيفط عليا خويا نشوف عليك ونرد عليك. مرحبا. افضل نيتش في اسبانيا البيتس، افضل نيتش في اوروبا كامله هو البيتس. اين براوزر فينجر برينت ادز باور خويا ولا جو لوغين؟ بزيد واش مكريح حتى في الايطالي على قبل لي ديكلاراسيون تماك خويا؟ كنخدم بالال تي دي بزاف، ما مكريش بارتي تا ايفان هنا في الطاليان، ما عنديش سوسيتي هنا في الطاليان، كري ال تي دي خويا هي باش كنخدم. الفلوس كيدوزو لوايز من موراها كندوزهم لكونت بيرسونيل ولا كونت الشركة اللي هنا في المغرب. واش فداك الوقت اللي كتسنى السطوك واش ما كيتحركش البرودوي؟ سا ديبون واش وصلك نتايا، واش شي واحد هادي راه كدير ايش الدماغ شي بدا قبل، واش شي واحد اصلا كيتيستي معاك هذاك البرودوي، واش شي واحد اصلا مسكيني في داك البرودوي قبل ما تجيبو نتايا؟ دونك اصلا هادشي كتعرفو قبل ما قبل ما تجيب اصلا نتا داك السطوك، قبل ما دوموندي. يعني كاين بروبابيليتي انه زعما يخدم عليه شي واحد قبل ما يوصلك، هادشي لا تعطل عليك بيان سور. الا جاك في الوقيته اخويا راه ممكن تخرجو، يعني ليتود مارشي هي اللي كتحكم، هذيك ليتود مارشي اللي كدير قبل ما تجيب ستوك هي اللي كتحكم ليك واش البرودوي غادي تبيعو ملي يوصلك ولا لا. الملابس واش خدامين في الخليج؟ الله تعالى اعلم، عمرني ما خدمتهم اخويا، كنحاول نتفادى اي برودوي فيه الفاريانت، فيه السايز وفيه الكولور لي طاي المسائل، كنحاول نتفاداهم نهائيا حيت فيهم صداع الراس. انا ما عمرني ما خدمت لا ملابس ولا جولي، يعني المجوهرات داكشي كامل ما عمرني ما خدمتو في الخليج، كنخدمو تشاينا برودكتس اخويا العادي. سناب شات كرييشن خويا، اما غدير داك لا ميثود ديال ار دي بي اللي كيديرو الدراري، ما جربتها انا بزاف المرات، ما تسمات لي مده قصيره، ما ننصحكش بها صراحه. اللي تقدر دير سناب شات هو تاخذ ايجنسي اد اكونت، كاين جوج الناس من عند كناخذهم، كاين دي جي امبيريال ايجنسي راه معروفه، كاين اخويا منصف ام ام اوفيسيال هو تا هو تاعنا في سناب شات. احسن نيش في الخليج بالنسبه لي انا اول واحد هو الكارز، من موراها بيبي تويز كيتشن، نيتش كيتسمى واقيلا اوت دور، المهم دوك النيتشات ديال خرجات البر ديال دوك الصحاري والخرجات مثلا بوطا صغيره شي بيل شي لعيبه، المهم جادجيت اون جينيرال، هادو هما لي نيتش كنخدم عليهم انا بزاف في الخليج. الدراري واحد جوج اناسات كيصيفطوا ليا دوموند بارتيسيباسيون باش يطلعوا في اللايف، كنأكسبتيكم بجوج، حتى شي واحد فيكم ما كيطلع ما عرفتش علاش. كاين شي صاد في المغرب؟ احسن نيت في المغرب البريكولاج. اي حاجه كيشريوها العيالات واي حاجه كيشريوها الحريفيه، بريكولاج واي حاجه كيشريوها العيالات، سواء في البيوتي سواء في الكيتشن. واش فايت خدمتي مع نينجا سير؟ لا
فين نشريو الدومين؟ انا غالبا كناخذ مع خويا من جو دادي ولا من نيم شيب، من هاد الجوج منين كناخذهم صراحه. سيلر شحال كيخلي لك في الربح في الخليج؟ لا موين ديال 15 دولار، لا موين، مره اكثر مره اقل، سا ديبو. 28 سيليسيوس في اكادير، تبارك الله. 28 راه مخفى القضيه، انا بانت ليا في واحد ستوري غتكون عندكم كدا 40. نوع فيديو مناسب للنيتش كوسميتيك، يو جي سي فيديو كيبان فيه الانستنت افكت ديال داك البرودوي كوسميتيك، يعني شي دريه كتستعمل هذاك البرودوي وكيبان الاف ديال داك البرود ديال البرودوي في الفيديو. هذا هو احسن فيديو بالنسبه ليا انا، وما عنديش تجربه كبيره في الكوسميتيك. حاول يا اختي تسولي الدراري اللي كيبيعوا الكوسميتيك، انا ما عنديش تجربه كبيره في الكوسميتيك. فيسبوك ستراكشر اخويا رشيد ما تسولنيش عليها حيت راه خدمت بها تاعيت وطلعت ليا الدم، فهمتيني؟ بديت كنخدم اخويا غير بيرسونيل هاد اكونت عادي جدا بلا ستراكشر بلا حتى شي حاجه. سورسين في سبين خويا كنخدم مع سي او دي يورو. البرايس بير كيلوغرام فروم تشاينا سا ديبون، واش في الباطو ولا في الطياره؟ المهم راه كي في الطياره بزاف كيتشونجا البرايسين. من احسن تسول اخويا السيرفيس هو اللي غادي يعطيك البرايسين ديال 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 الشيبين. واش خدام بيو كان وشوبيفاي ولا وو كوميرس؟ وو كوميرس ما خدمتش بها، يو كان وشوبيفاي. شوبيفاي خدام سي او دي مونستر في الخليج، وخدام تيم سينس مع لابليكاسيون ريليزات في الاوروب، ويو كان خدام في لي لاندين بيج في الخليج. عجبتك جواب في الصميم، كيفاش كدير ايجاد منتج رابح؟ يلا قلتو قبل اخويا كنستعمل اد ليبريري تيك توك كرياتيف سنتر ميا تيمو ازينون تي في. رجع غير لي لايف القدام اخويا تلقى ندوينا على هاد القضية مزيان وشفناها. راس المال 10K وخبرة سنة، واش نقدر نمشي فيها؟ نمشي مزيان 10K اختي ما تستعملهاش كلها من الديبار، شدي غير 1K ولا 2K وتعلمي بها وسيري بها مزيان، ما بقاش شحال ديال الفلوس، بالعكس بقاش طريقة الخدمة ديال كيفاش دايرة. راه كاين واخا تجيب 100K إلا ما كانش عندك طريقة صحيحة باش تخدمي ما غاديش تخدمي مزيان. كيفاش كدير تقلب في مينيا بواطان؟ بلاتي صيفط ليا شي ميساج، بلاتي ما شفتوش. احسن زياد في العالم، الله يحفظك اخويا وطن، احسن وطن في العالم. طلع بواطن الا قديت. نيت بروفيت في الموين في الخليج 15 دولار. با زياد واش مكريه هنا في ايطاليا؟ لا قبل لي ديكلاراسيون راه جاوبتك اخويا بسام، جاوبتك قلت لك ما مكريش بارتي تا ايفا هنايا في ايطاليا. كان ديكلاري اخويا في اليو كي بالال تي بي ديالي، ما كان ديكلاريش هنايا في ايطاليا. عندك فرنسا وسبليون جوبونس هما اللي خصك ديكلاري، واخا تكون عندك سوسيتي على برا خصك ديكلاري حتى في الدوله ديالك. مرحبا اختي ضحى نسيف يور لايف. كيفاش كدير تقلب في مينيا؟ غالبا شنو كنمشي ندير، كنمشي نشوف في الداشبورد ديال مينيا دوك توب 10 وينين برودكتس اوف ذا داي، هما اللي كنشوف فيهم برودويات اللي كيناسبوا المارشي اللي غنبيع فيه، وفيهم لي كاركتيرستيك اللي انا حاطهم اللي خصهم يكونوا في البرودوي ديالي اللي قبل ما نتيستيه. الحاجه الثانيه اللي ممكن انك دير هي انك تشوف تمشي تفلتري بلادات ديال 3 سنين اللي قبل. مثلا دابا بغيتي تبيع شي برودوي في السعوديه في شهر 6، كتمشي شهر 6 ديال 3 سنين اللي قبل كتشوف شنو هما البرودويات اللي كانوا مسكينين ديك الساعه، يا اما كتبيع كتعاود تيستيهم هما نيت، يا اما كتجيب دي برودوي لي سيميلار ليهم. انا عطيتك شويه من بزاف. نت بروفيت في لافريك، لافريك هو اقل مارشي في بروفيت بالنسبه ليا. لا موين عندي انا 8 دولار 9 دولار، عمرني في 15 دولار من غير واحد الهاي تيكت برودكت كنبيعوه دابا ب 180 دولار، فيه واحد البروفيت ديال 60 دولار مازال ما وصلتش حيت بيان سير جبناه في الباطو حيت ثقيل شويه. ريان خويا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال البرودوي قبل ما تيستي؟
خصو يكون اخويا الكتله الحجميه ديالو صغيره، الحجم ديالو صغير، الوزن ديالو خفيف باش يوصلك دغيا في الاير شيبين. خصو يكون اخويا كيزيد واحد لافالو اجوتي، كيحل واحد المشكل، ولا كي ايكونوميزي الكلاينت الفلوس ديالو، ولا كيبدل لي اللايف ستايل ديالو. ثالث حاجه خصو يكون كيتماشى مع المايند سيت والكاستمر بيهيفير ديال المارشي اللي انت خدام فيه. ما تمشيش تبيع لي اخويا شي حاجه اللي عندها علاقه في البيتس في الخليج. انا عطيتك امثله شويه من داكشي اللي كنبارطاجيو مع الدراري. شي فكره على العقليات الخليجيه؟ راه بحالنا بحالهم اخويا، راه عرب بحالنا بحالهم، مسلمين بحالنا بحالهم، زايدين علينا بالجيب، زايدين علينا بالفلوس اخويا، بحالنا بحالهم. كيفاش كدير باش تخدم بالعربيه بشوبيفاي؟ سي وديمونستر. واش 100 دولار كافيه باش نحكم على الكرياتيف واش خدامه ولا في الفيسبوك؟ شحال حاط لي في ديلي بادجيت انت اصلا؟ الا كنتي حاطي 20 دولار تستنى تسبيند النص ديال البادجيت، عاد حاول تاناليزي ماشي تحكم، غير تاناليزي واش تكمل سبيند ديالك ولا صافي تقتل ديك الادسيت. احسن نيش في سبين البيتس اخويا. يوتيوب ادز worth it or not؟ اذا كان عندك ستوك كبير، ستوك كبير وي، كان عندك ستوك قليل جوجل اون جينيرال كيحتاج واحد الوقت باش يبيرفورمي. الله يحفظك ابا مهدي. خويا مهدي طلع اخويا انت الكتيف سالي، حتى واحد من الدراري اللي قلنا لهم طلعوا ما بغى يطلع معانا. عندك سين 8 د الناس اخويا بيهم انا. سيلفو بلي كدير الكوتشينغ ايمان. تويتر ادس ممنوع في موروكو. عمرني جربت نخدم في تويتر في المغرب اصلا، ما كنظنش واش غيخدم ليك نهائيا. سناب يلا ولا كيتحرك شويه في المغرب، خدامين به الدراري وحضرت ليهم خدامين به نيت. ستور كبير لايك 500 بياسه، فوق من 500 بياسه اخويا. شوف 500 بياسه وورثت انك تجرب يوتيوب وي. بيرتشيس ولا ليد؟ انا كنخدم بيرتشيس. الوينين برودكت دابا اي برودكت عنده علاقه بالصيف. مهدي السلام عليكم. قبل ما نتلاقاو في الفيرتويال، قبل ما نتلاقاو في الريال لايف. الله القاسم اخي زياد، والله الا هذه فرصه مباركه نشوفك اخي. الله يحفظك ليا هانيه كلشي مزيان. كي دايره الدعوه ديالك اكادير؟ اكادير اخويا راك عارف كيفاش زياد دابا اليوم راه برد الحال ماشي بحال البارح. راه قال لي واحد الدري دابا في اللايف قال لي كاينه غير مات شي 28 يمكن ولا لا. البارح كاع الضباب اللي بطاطا اخي زياد كي داير تعاني بعدا كلشي مزيان. والله بخير اخويا الحمد لله كلشي بخير. غادي انت مع الخدمه؟ احنا خويا الناس معيدين، احنا راه مازال في الاوفيس عندنا. الله يلا باقي مزيان اخويا مزيان باقي في الخدمه، احنا ما كنريحوا مزيان الطميتي. كيفاش تبدا انت؟ انت خدام في الخليج زعما ديديكيتد للخليج بالضبط بالضبط، ولا خدام في المغرب؟ واقيلا جو بونس مانيش في اللايف ديال ديديكيتد للمغرب. المغرب فيه ما يتال لا اقلال الناس اللي كيصبروا ويخدموا في المغرب بوحدو بلا ما يشوفوا شي مارشي اخر. لا لا اخي انا ملي بديت مكونسونطري على 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 المغرب بزاف. مزيان اخويا مهدي والله الا مزيان. شنو كيبان لك بلي دوك النمبرز اللي كيديروا الدراري في الخليج وفي في مارشي اخرين ممكن انك زعما غياليزابل انك ديرهم في المغرب ولا لا؟ شوف اخويا زياد بالنسبه للمغرب هو نقولوا مارشي صغير شويه بارابور الخليج والاوروب، ولكن الا عندك ما تقول عندك افكار واعرين عندك بروجيات واعرين هادشي في داكشي اللي ما غاديش في حتى شي مارشي اخر، خصوصا الا شديتي شي برودوي اللي كيكون مين ستريم يعني كيستهدف عيالات رجاله كبار صغار. ممكن انك تستهدف به اودينس اللي هي كبيره ودير به ديشي تخليهم ناضين. قسما بالله الا كنعرف دراري خرجوا 10000 بياسه برودوي واحد في المغرب تبارك الله ومزيان تقريبا ديال الوقت.
هما بداو ب 2000 بياسه الاولى، بداوها عادي يعني ما داروا لا براند لا والو. اون فوا بانت لهم لا دوموند سويتشاو البراند تقريبا، اش غادي نقول لك، واحد 5 شهور تقريبا فاش باعوا تقريبا. هذا هو البلان اللي كندير هو هذا. معلم ضروري تبين لي دونتيتي ديالك، تبراند شويه باش 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 تسكيلي، ما تقدرش تسكيلي بلي جادجيت. اكزاكتومون. كيسمعوا الدراري براند كيمشيو زعما بعيد، كيسحب واش داكشي خصو زعما كابيتال اللي هو كبير. راه ملي كنقولوا براند يوسف، في انك في الاول، وانت صحح لي با مهدي، في الاول غير براندي اصلا ستور ديالك ولا لاندين بيج ديالك، فهمتيني؟ ماشي ضروري دير باكاجين براندي، ماشي ضروري دير بزاف د الحوايج. يوسف في ان لا باج ديالك تكون براندية، الكرياتيف ديالك يكون براندي، لاندين بيج والكونتنت اللي انت كتبارطاجي يكون بسميه واحده، يعني براند وحده، وتير مزيان بانت لك القضيه فيها ما يدار. وكوتي فيزيونيل زعما في لا فيزيون في الفيوتور، عندك واحد لا فيزيون زعما ممكن انك تزيد سكيلي. ديك الساعه سجل البراند سميتك، وديك الساعه بدات باكاجيني، وبدا دير داكشي اللي كيديروا لي براند الكبار. سي فري خاي زياد، دابا انا كاين واحد البلان كيقراو في الماط، كيقول لك الاستدلال بالخلف، كيبداو من النتيجه وكيبداو يديروا الاستدلال حتى كيشوفوا البروبليم. انا نفس البلان كنديرو، كنشوف البروبليم شنو هو، ما كنمشيش نقول انا باغي ندير براند، لا، كنطيح ونوض في الماركت، كيبانوا لي مشاكل، كنبيع في اي كوميرس عادي، ولكن غير كيبان ليا واحد المين بروبليم كاين في المارشي، كنحاول انا نطلع عليه براند ديالي باش لابارتي الكبيره في الماركت تكون ديالي. يعني ما عاد كنمشي ندير لاباليت دي كولور لوغو وهداك الشيء كامل، كيخصك تكون فكره تكون كتحل المشكل، وكتبان لك فيها البلان، بان لك فيها البلان ديال البيع. خويا ديك الساعه غير سير سجل في لومبيك ودير اللوغو ديالك ودير، ولكن حتى تنجح الفكره، حتى يبان لك البلان. اكزاكتومون. هادشي اللي كاين بالنسبه لا ليفريزون با مهدي. المهم انا بدون ذكر اسماء الشركات، خدمت مع بزاف شركات ليفريزون، مي ما ارتحيت حتى خدمت مع لي ليفرور. وخا خدمت مع لي ليفرور كنقول لك ارتحيت غير في لا ديوغي ديال ليفريزون، يعني ديك السرعه ديال ليفريزون ارتحيت فيها، ولكن فلوسي كيبقاو محطوطين، خصوصا انا كنت كنبيع هاي تيكيت بروداكت رخيص فيهم، كندير 1500 درهم فهمتيني، كنت كنحطهم عند لي ليفرور. واخا ديك القضيه ديال المقاول ذاتي، واخا ديك القضيه ديال الوعد بيدين لي كونطرا العيبات، الا بغا يد لك فلوس كان غيديهم لك، وانت دعيتي كاع ما عندك ما تصور من عنده، واش فهمتيني؟ غيدخل كاع للحبس، ما عندك انت شكون اللي يرجع لك فلوس، شكون اللي يرجع لك ستوك ديالك. دونك كيفاش كتشوف تحمي راسك وانت خدام على لي ليفرور، وانت بعدا نخدم مع لي ليفرور؟ والمهم كوطي دي ليفريزون دولينا عليها خصوصا في المغرب. مرحبا خاي زياد، انت مازال كتخدم المغرب اخي زياد؟ مازال خدام دابا، يلاه رجعت. اما حبست المغرب، كنت حبست المغرب واحد الوقيته. لا لا، المارشي المغربي راه راك عارف كيدير، الا حكمتيها في المغرب غتحكمها في اي مارشي اخر. داك الشيء اللي بغى يبدا كنقول لك بدا اللي حدا رجليك. هذاك الشيء درت انا بديت في المغرب، درنا تقريبا واحد 690، المهم 700 تقريبا. برودوي هو برودوي واحد، ولكن فيه ثلاثه ديال لي فاريانت، فيه هو في النيش ديال البريكولاج فهمتيني. بعنا فيه تبارك الله، وفريمون اكتسبنا فيه واحد الاكسبيريونس اللي بدينا بالصعيب فهمتي، بدينا باودينس كانت صعيبه، ناس ما كيكونوش واعيين، ناس ما كيكونوش قارين. دونك خويا تلاقينا بزاف الصعوبات في الاولين، تنصب علينا في شحال 20 مليون باقي كنتسالها انا لواحد السوسي، يلا دويت فيها مع واحد الدريه البارح الصباح، ماشي حتى البارح، 20 مليون باقي كتسالها لينا واحد الشركه، باقي حنا كنتسالوها لواحد الشركه في الرباط فهمتيني، راه معروفه نصبات على شحال من واحد. والله العظيم الا زعما تكوننا واحد الاكسبيريونس اللي حنا فيها ونضنا، والحمد لله هي اللي خلاتنا شويه نكونوا سوليد، وخلاتنا نديروا ارقام مزيانه في مارشي اخرين. والله اخي زياد، هذا المشكل اللي قلتي دابا ديال لي سوسيتي دو ليفريزون، انا بيني وبينك كنخدم هكا وهكا، كنشوف شنو هو اللي فيه اقل ضرر، ماشي نحيد الضرر، كنشوف اقل ضرر. اما باش تحيد المشكل ما يمكنش تحيدو كاريمون. البلان ديال ليفريزون كيفاش كندير ليه، كنخدم مع واحد لا سوسيتي، وبينو بينك خدمت معاها واحد الفوليوم اللي خلاها اننا نترانكا عندها مثلا في اي بي عندها ياك. يعني لو فيت انك انت ديما راه دير معاك البال، كيعرفوا بلي راه لي ستور الفلانيين راه ديال فلان، الوغ ما ديروش معنا هكا وهكا، هو راه هادشي كيديروا مع كلشي، غير كانوا اي واحد كيتعامل معاك على حسب الفوليوم ديالك اللي بغيت نوصي عليه. الدراري انايا ما ركزتش على هاد المشاكل دابا، غير يبدا ملي غيبدا يبيع ديك الساعه خصو يدير بلاصتو حتى هو ويحكمها في ليفريزون. بحال واحد البلان ديال قلتي على داعي ديك الاسماء، واحد الشركه ملتي ناسيونال عطاتني انوف، ولكن عرفت باللي راه كاين فوليوم، وهي عاوتاني الا قلنا ملتي ناسيونال راه كوتي جوريديك راه شادي
صعيب فاهم. طيب وي وي فهمت. ملتي ناسيونال، وهذا الشيء اللي خلاني ما نتكونسونطراش بزاف على الوافريه. الوافريه كيكون مشكل، لا غابيديتي كاينه ياك، ولكن الكاش فلو كاين، كيدور دغيا، كيفاش ولكن غتجيريهم؟ كيفاش غتجيري داك الكاش فلو؟ كيفاش تعرف شحال ديال الفلوس باقي لك عند كل واحد؟ هذا هو. حاليا غنقول واحد الحاجه اكسكلوزيف عندك في اللايف اخويا مرحبا. اخويا، واحد الحاجه اللي انا حاليا خدام على واحد سوليوشن ياك، شتي هاد البلان هذا ديال تجاري الكاش فلو، تجاري اي حاجه طاحت عليك البيزنس، اي كوميرس، الماناجمنت ديالها، او كوتي سوفت وير غيم تقريبا، كوتي سي غيم تقريبا، كان سائر واحد لا سوليسيون ياك. نقدر نقول لك اللي كيدير الابسيل غيعرف شحال الربح في الابسيل، شحال في الربح في البيع العادي، وهذا البلان ناضي ناضي ناضي. كلشي اللي طايب كاملين، دوك المشاكل كاملين اللي طحت فيهم حاولت انهم يتاوتوماتيزاو، انك تشوف داك الشيء اطوريال، درهم تعرف فين مشات، دخلات خرجات، اللي برو الفلاني باقي عنده 10، داك الشيء بالديتاي، حيت ما عمرك غتكبر لواحد النيفو الا مازال ما كتراكي النمبرز ديالك ديون فاسون بريسي، ماشي غير تراكيهم عادي غير كتشير، لا خاصك تراكي النمبرز ديالك بالفاصله. والبلان شنو هو؟ دابا المحد المنافسه كتطلع، كلشي ولا كيهبط في لامارش، شي ولا كيلعب على 20 درهم، شي ولا كيلعب على 15 درهم، هو الله يسهل عليه راه مزيان، غير كان انا عندي كاين احتمال كبير انه يكون كيخسر وما عارفش، وباش غيعرف خاصه واحد لا سوليسيون انفورماتيزي وي باش يديتيكتي البروبليم اطون ريال، شتي يدخل في الساعه الفلانيه في النهار الفلاني تقول لي انت شحال ربح دابا، شحال خاسر دابا، ها واحد البرودوي كلا لك من الربح، واحد الحماقه ان شاء الله راه باقيين مفوكسين عليه، ان شاء الله تكون من السباقين اللي تبدا معنا فيها اخويا عزيز. مرحبا على راسي وعيني. كان واحد القضيه بغيت نشير ليها مع حدنا داوين على ليفغيزون، علاش انا طحت في داك المشكل اللي كنا قلنا ديال ان لي سوسيتي ديال ليفغيزون كيضربوك في الرباح ديالك وكيضربوك في الفلوس ديالك واللي غوتور دو فون ما كيوصلوكش في الوقيته وداك الشيء كامل. انا شنو كان وقع ليا؟ حنا كنا كندير واحد الغلط اللي هو كبير، كنا ما كنديروش كونتخ مع سوسيتي ديال ليفغيزون، ماشي كاملين غير مع خصوصا مع هاد السوسيتي هادي، كنا ما درناش معاها كونترا. علاش ما درناش كونترا؟ باش الفلوس يدوزو لينا الكونت بيرسونيل، ما يدوزوش الكونت ديال السوسيتي، فهمتي كيفاش؟ تسنى اشنو طرا لينا في الاول؟ داروا لينا البلان ديال اننا نمشيو معنا مزيان، ثبتونا فهمتي كيفاش. الفوليوم اللي كنا كنعطيهم في الاول غير شويه، ملي بدينا كنزيدو كنشوفوا بلي راه فريمون زعما كيصيفطوا لينا فلوس في الوقت وقبل كاع الوقت، يعني هما كانوا كيوجدوا لينا الضربه فهمتي كيفاش. كنقول لك راه دي شيفر اللي كبار، حيت اصلا البرودوي كما قلت لك داير بقى في المارشي الشركه، لا سدات الريدو لا ما بقاش نهائيا، ديك لا راه فايت ومشى كريا شي سوسيتي اخرى ديال شي لعيبه، عرفتها فهمتي كيفاش. عرفتها عرفتك غتعرفها. المهم هذه السوسيتي كاينه في اكادير، وكانت خدامه مع ديكاثلون، المهم في الاول ملي كنا كنديروا معاهم دي شيفر اللي شويه عاديين زعما، كانوا كيصيفطوا لنا فلوس الوقت تقنا، قلنا صافي هاد الناس الله يعمرها دار كذا لعيبات صافي. بدينا كنطلعوا عليهم في لي شيفر، لا سومين الاولى لا سومين الثانيه ما وصلناش الفلوس فيهم، لا سومين الثالثه ما وصلناش، الشهر الاول مشينا معاهم حتى الشهر الثاني الحمد لله قدينا الريكيبيرو، كان مونطون اللي كبير فهمتي، كان فايت 35 كا، حاولنا الريكيبيري واحد 15 كا، 20 كره باقا عنده تما، وما عندك ما دير ليه دابا، قول لي ما عندك ما دير. هو الدري نور الدين، هذا نور الدين، هذا معلم اللي كتب هذه السميه، هذا ناضي نور الدين خويا زياد. شتي اي حاجه كطرى ليك، ولكن غير هو الضربه واش تسقات حول لا، بحال دابا هاد 20 كا راه كاين اللي غتكبروا من المارشي، كاين اللي يقول لك صافي انا غيتهرس غيوقف، باغ كونتخ الا كان هادو انا راه الضرابي اللي ضربت فيهم ماشي في ليفريزون، حوايج اخرين ما علاقه بالاي كوميرس، يعني لو فيت انك تطيح وتنوض كتعلم تمانجير ريسك، واحد البلان الكابيتال ديالك خاصك تحاول ما امكن ما يخرجش عند واحد ولا عند جوج ولا عند، خاص ديما داكشي اللي كتخرج خاصك بس في لو مومون اللي غتقول راه الا جاب الله زدت لهذا السيد اكثر من هذا الشيء ودا لي الفلوس انا غنوقف ديك الساعه حبس، هو راه حيت ما تقدرش تخدم بوحدك راه ضروري ناس اخرين يخدموا معاك، غير هو كان خاصك تمانجير الريسك، خاصك دير ليميت، مثلا هذا شي فيت هاد لا سوتي ديال بريزون شي تبلوكات عندها واحد 50000 درهم ما غنصيفط معاها مازال والو، حتى تنريكوبيري هذيك 50000 فلوس. وي 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 الضربه ديك الساعه كتكبر بالضربه، متفق معك. لا كاين هاد القضيه هادي، هو من الاحسن شوف الانسان كيما درتي يتبع هاد القضيه اللي قلتي نتايا، باش
باش يحاول يمينيميزي الريسك ديالو فهمتيني، حيت راه فريمون باش تخدم راه غتخدم، ولكن الا خدمتي وانت ما مرتاحش راه ما غاديش تعطي في ديك الخدمه ديالك. راه مرتاح راه كنعني بها بزاف ديال الحوايج ماشي غير كوطي دي ليفغيزون، بزاف ديال الحوايج كيخليوك انت الا ما كنتيش مرا غير كوطي فاميليال، كوطي ديال لونتوغاج ديالك، كان شي واحد كيبر زطاك ولا كان عندك شي مشاكل شي عيبه، المهم اي حاجه كانت كتاثر عليك انت بيرسونيلمون فريمون غتاثر لك على الخدمه ديالك. دونك من الاحسن انك تمشي تعزل تخدم بوحدك، تعطي راسك واحد الوقيته تسد على راسك فيها وتخدم مزيان حتى وكان يبانوا لك لي شيفر وكذا، ديك الساعه راه كتاوتوماتيزي الخدمه ديالك. ملي كنقول لك كتاوتوماتيزي الخدمه ديالك كيسمعوا الدراري بحال هكا كيسحابوا شادي يهز البيسي ديالو ويمشي لبالي ولا شي بلاصه ويبقى هو حاضر البيسي فهمتي كيفاش. ما كايناش هاد ما كايناش عندنا حنا صحاب الكاستوم ديليفري بعدا، انا ما شفتها انا ما شفتها. حاولت شوف حاولت تاهي تبا مهدي وما شفتهاش ما قدرتش نشوفها فهمتي كيفاش. طيب كنقول لك بزاف ديال المشاكل خصك تكون بريزونتي فيهم في البلاد فلان فلانيه في البلاصه فلان فلانيه. دونك اصلا غير القضيه ديال الفينونسيير غير القضيه ديال الفلوس باش تحطهم في واحد الدوله غير خصك تكون ساكن فيها فهمتي كيفاش. دونك مثلا الدراري كيقول لك حل سوسيتي في دبي، وانا ما بغيتش نمشي نعيش في دبي باغ اكزومبل، خصك كيتحتم عليا انني نسكن في دبي باش الفلوس يحطهم في دبي، كي غندير تنخرج دوك الفلوس من دبي واش فهمتي كيفاش. كاينين طرق ولكن داكشي ماشي ليغال، دونك ما انا كيعجبني نمشي شويه ليغال كنديرو مره هكا هكا، ولكن المهم انت خويا زياد قلتي واحد البلان ناضي، علاش قلتي دابا راه الافكار كاينين ولكن انت كتختار هذيك اللي غادي تامبليفي ولا غتسكيلي دغيا. مثلا حيت عطى الله ما دير شتي تبيع غير الخضره، شتي تخصص غير في الخضره تبيعها بالجمله ولا بالتقسيط وكنتي ديديكيتد ليها راه غدير فيها بلاصتك، ماشي راه الفلوس كاينين في البلاصه الفلانيه صافي نتكب عليها. لا راه دبي الا درتي فيها الشركه راه غتبيع فيها. الواحد خصو يحط البريوريتيز ديالو ويتفوكس على الاولى قلتي غتفوكس على الكاشون ديال في المغرب، مي برصك مازال حتى واحد لا الخليج لا 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 يدير 100 مليون دولار ما تمشيش انت تكب عين فوكسي في المارشي اللي انت فيه. انت حيت اي حاجه فيها الفلوس راه ماشي ما يغركش داك البلان غيرو كان انت اذا كدير هذيك الحاجه ومرتاح كيف ما قلتي في الاول مرتاح نفسيا ماديا هكا تزيد تعطي. ولكن با كونتخ الا كنتي مديرونجي كل واحد كيجي كيقول لك راه سكيليت في واحد البروغي في الدوله الفلانيه راه ضربت بها واحد المليون ديال الدرهم ولا الدولار، كتمشي انت كتبي دير بحالو دغيا كتكون هشيش ابسط مشكل كتحيد كتقلب على شي بلاصه فرات تايبا فيها باش تخدم فيها. شويه عليه في المغرب انا احسن مارشي تعلم فيه هو المغرب، واخا المنافسه هو طالعه فيه كلشي ولكن قلتيها با مهدي اسمح لي قطعت قلتيها في الاول وهي اللي غنبقاو نعاودوا فيها ديما، قسما بالله الا بعتي في المغرب شي لا بعتي الجنس المغربي راه غتبيع لاي واحد في العالم باسمي غتبيع لي فريمون. المغاربه صعاب بزاف اصاحبي راه ما يمكنش واحد الدرجه صعاب ديال بصح ومعاهم الخبز فهمتي عندهم فلوس والله اخويا الا عندهم فلوس. راه ملي كتسمع هذيك القضيه ديال بنادم ما قدرش يشري حاولي لعيبات كاد اللي كيحضروا فيهم الناس اللي شويه زعما خصهم يكونوا شويه زعما ميسرين ماديا كتلقاهم فول اخويا فهمت، كتلقاهم فول كتعجب كتقول كتشوف غير كازا ولا الرباط اللي مشيت ليهم اخويا غير مؤخرا كازا مشيت ليها الحديد اللي فيها اخويا تبارك الله راه ما كنت كنشوف فهمتيني. يعني الناس راه عندهم فلوس كاينه فلوس. شنو سمعتي انا با مهدي كتسمعني مزيان حيت كيجيني لي زابيل اي بارفو كيتقطع بعض كيجوني لي زابيل داكشي علاش. بينا قلت لك اخويا المغرب فيه البوفوار داشا غير انت واش ماركتر واعر باش تبيع لهذوك الناس صح. الا بغيتي تسيب لي لودونس اللي لو بوفوار داشا ديالها ناقص شوف البرودوي اللي كيتناسب معاهم، ما تقولش ليا غنبيع واحد الهاي برو واحد الهاي تيكيت لواحد لودونس طلبه مثلا راه لوجيكمون ما كايناش. انت خاصك تبوزيسيوني البرودوي ديالك لودونس ديالك وحاول تبيع لهم بهذاك هذاك الديسكوسي اللي بغاو هما. مثلا بغيتي تخدم مع الطلبه راه خاصك تلعب على لودونس كبيره ولكن خاصك تلعب على البري هنا راه او في كونطايح ويكون شي حاجه كيحل لهم مشكل. حيت انا كان عندي تجربه القضيه ديال حل لهم مشكل با مهدي راه الا عطيتي واحد البرودوي اللي فريمون كما قلت لك يحل واحد المشكل وخاصو ضروري خصوصا برودوي الا كان كونسومابل الا كان كل مره خصو يشريه فهمتي كيفاش. برودوي كيكون كونسومابل ولا شي برودوي اللي ما يقدرش يعيش بلا بيه ولا ما يقدرش زعما يخدم بلا بيه ولا شي حاجه اللي تكون ضروريه في الحياه ديالو الا ما كنتيش كتبيع بحال هاد الانواع ديال البروداكتات في المغرب راك ضايع بزاف، حيت راه غيشري من عندك بالهليطري اللي راه ما عندوش شوا ثاني
عنده ان تيشري من عندك فهمتي، عنده غير ديك ضروري تيشري داك البرودوي. هاد الناس اللي حاضرين اخويا زياد بغيت نبيتش اليوم واحد ليدي دابا دابا اللي بغى يخدمها مع الطلبه غتمشي دابا راك عارف دابا في الشهر في الشهر 6 و7 و8 حتى 8 كي امبريميو لي رابورت فان ديتود فان دي فورماسيون. دابا كاينه لامبريسيون اللي كاينه كتاب شي سونتر كوبي عنده الماتيريال قول لي عطيني البري ديال الكونتيتي في لاباج كولور نوار. الا كنتي راه غنبقى نخدم معاك واحد 100,000 باج في السيمانه ولا كذا راه غيهبط معاك واحد الثمن خيالي. انت اش غدير؟ غتمشي تقاد واحد 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 لاندين بيج ولا اي حاجه حط فيها لوفر ديالك باللي راك غادي تامبريمي الدراري وتليفري ليهم. هادي جربتها اخويا زياد ماشي داك العام اللي فات ولا داك العام اخي راه سامارش ستريم تبارك الله. شريت الماتيريال ديال لي كوبيور انا شريتهم الكبار شريتهم حطيتهم عندي في اللوكال كان امبريمي اللي بروكيز ممكن دابا دير بارتناريا مع شي مطبعه وكما قلتي انت تعطيها لا كونتيتي وغطيح معاك البرايسين الارض فهمتيني. اللي ما قدرش يشري الماتيريال يدير هذا الشيء. انا ديك الساعه كانت بيستر القضيه شويه شريت الماتيريال كان امبريمي وكان ليفري وصلت الخير والخمير في هذاك في هذيك لافير. اه ست شهور ايدي الدراري عطاها لكم هذه قسما بالله الا ايدي واعره وبنادم زعما محتاج يعني برودوي برودوي اللي غيحتاجوه الناس والاوديونس ديالو باينه طلبه دونك فيزيو هاد ليدي هادي اللي استطاع انه يخدمها وخدمها ودارت لي دي ريزولتاي كونتاكتي مهدي ولا كونتاكتيني نشوفوا الدراري لامباكت اللي درنا. انا بارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالو والله القاسم الى خدام راه مفوكسي على شحال من حاجه دابا حيت الافكار خاصك دي ديالهم وغدير فيهم الصح البلان ديال ديال لامبريسيون. انت اش غدير؟ راه الا مشى لاي مكتب ولا مطبعه غيطبع ليه لاباج كولور بدراهم والنوار غيطبع عليه بواحد 10 دراهم. انت راه ملي غتلقى كونتيتي راه هذيك لاباج ديال الكولور اللي كيطبع هو بدراهم غتشدها انت ب 8 دراهم وغدوزها ليه هو ب 14 ريال عطي واحد لامارج تما في الالاف ديال لي كوبي. الاير او اي مزيان زعما لو سورسيو انفيستيسمون كيكون مزيان. وراه كدير بحال دروب سيرفيسين دروب سيرفيسي هذا ربما 5 دراهم. انت ما كدير والو كدير غير الادز ديالك المسائل وكتجري ديك الساعه على ليفغيزون ديالك المسائل كامله مزيان والله الا الفكره مزيان. وفيها هذه خويا فيها الابسيل النقطه هذه ديروا الابسيل وبدعوا الدراري بدعوا مع راساتكم خويا. هذه تحياتي خويا خصني نمشي خويا راك عارف العيد هذا نمشي نجلس مع العائله شويه. صح صح عيد مبارك سعيد اخويا الدراري كاملين مباركه واشركم تهلاو لي فراسكم اللايف راه غادي نحاولوا نسيفيو با مهدي. شكرا بزاف شرفتينا خويا تنجي لك غادي نتلاقاو ان شاء الله. يحفظك ليا السلام عليكم. الله يحفظك خويا.